ولكن كاين خطوط حمراء ما يوصلهاش الانسان، لان كيف يعقل ان الانسان كيوصل واش هذه اغنيه مالككم الى اخره، واش ماشي حشومه؟ انا والله ما بغيت نحفظ هذه الاغنيه بقوه اللي سمعتها اول مره، كرهت راسي وصلنا لهذه الشوه هذه، ولينا حنا كنشوهوا بمالكنا في العالم. ساين شي وسام كان كيساين الدوله طيح معاه الطبله، تعطيه واحد القدر ديال الفلوس اللي يخليه يعيش في حياته مزيان يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مرة أخرى عبد العالي المجاهدي، معتقل سابق في ما سمي بالسلفية الجهادية. المهم كنشكروا ريحانة بريس على هذه الاستضافة من جديد. سي عبد العالي، شنو رأيك في الأغنية اللي داروا داك الثلاثي سماوها عشار منهم الذكرية؟ طيب من طبيعة الحال أن أنا لن أرضى يعني بهذه المسائل اللي داروا في هذه الأغنية هذه، لأن الحاجه اللي كتمس بالبلاد ديالنا وباغا دير فتنه وتكره ولاد الشعب في البلاد ديالهم، بحال شي واحد مثلا تنحرضوه يكره باه امه، هذا امر خطير. حنا اللي بغينا هو ان يعني الشعب بالعكس يبغي البلاد ديالو ويحب البلاد ديالو ويدافع على حقه ويهدر على حقه، لكن كاين خطوط حمراء ما يوصلهاش الانسان، لان كيف يعقل ان الانسان كيوصل واش هذه اغنيه مالككم الى اخره، واش ماشي حشومه؟ انا والله ما بغيت نحفظ هذه الاغنيه بقوه اللي سمعتها اول مره، كرهت راسي وصلنا لهذه الشوه هذه، ولينا حنا كنشوهوا بمالكنا في العالم، ولاو الاعداء اللي باغين الخدمه في البلاد انهم يعني تزيدوا يشجعوا، وممكن انهم يستغلوا الضعف وهذا المشكل اللي واقع للشباب ويبداو يستقطبوا فيهم، وحتى جماعات ارهابيه ممكن تستقطب، وحتى بعض الناس الفتانه مثل بعض العلمانيين او ما سمي بالرفاق يعني الملحدين، او يعني بعض الجماعات كيف ما كانت المتطرفه منها كثير من الجماعات استقطبنا الشباب، راه مصيبه هذه. يعني هذه الامور خصنا ننتبهوا لها وبزاف. انا ما من طبيعه الحال هذه الاغنيه هذه ما رضاش بها الدار، والاسباب ديالها هي باش انني نقلب على الليفي ونقلب على المشاهده تكون عندي كثيره، والابوني تكون عندي باش نصور الفلوس، ندير نسعى مثلا في اليوتيوب باش نصور فلوس ونسب امير المؤمنين. لا يعقل اننا نقبلوا شي واحد في البلاد يسب لنا مالكنا ويسب امير المؤمنين، وهادو اللي كيسبوا مالك البلاد وبهذه الطريقه اللي ما فيها ما يتشاف، كونوا على يقين انكم راكم مدفوعين مقنطر، او لا راكم مقاقبين، او لا راكم غير طبيعيين. سيد العلي، شكون كتوقع اللي دافع ولد قرية وصحابه باش يديروا مثل هاد الامور؟ ما نكذبش عليك، الامر اللي نقدر نتوقعه والله تعالى اعلم باش ما نظلم حد، منين ولد قرية انه لقى فين يتخبى ديك الايام الاولى ويجلس، طبيعة الحال يكونوا هذوك زايدين ليه فيه. فين تخبى؟ طبيعة الحال مع في الجامعه عند بعض الرفاق اللي مشى عندهم تما، ودخلوا عندهم وجلس عندهم وكبروا به وعاملوه. حنا ماشي تنقولوا ما يديروش هكاك، بالعكس يديروا مع ولاد البلاد ويرحبوا بولاد البلاد ويعاملوا ولاد البلاد، لكن هذا خرج بهذا الخرج، هذا دليل على هذوك الناس باغي الفتنه في البلاد وما باغينش الملكيه وما باغينش ان اماره المؤمنين، لانهم اصلا لا يؤمنون يعني بالله ولا برسوله، لانهم ايمانهم عادي مثل روسيا مثل الماركسيين كاملين، وهذا امر خطير اننا باش حنا نتابعوا واحد الناس لا يؤمنون بالله ولا بالرسول، والله سبحانه وتعالى امرنا باش نطيعوا امير المؤمنين، هما تيخالفوا هذا الشيء هذا، يعني كيخالفوا طاعه الله سبحانه وتعالى باش ما نطيعوش حنا امير المؤمنين. تقول شكون هذا امير المؤمنين؟ هذاك راه امير المؤمنين، احب من احب وكره من كره، لولا انه ما يكونش امير المؤمنين عندنا في البلاد ومالك ديالنا في البلاد بهذه الطريقه هذه، والله الا كون رحنا في هذه البلاد كما تنقول دائما بحال اللي رحنا في العراق، بحال ان نكونوا في العراق ولا سوريا ولا ليبيا، كره دابا القنابل والبرامل كتلاح علينا من السماء، كره الابناء ديالنا راهم شي 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 مات، شي مهرس محيدين ليه رجليه، شي محيد ليه راسه، شي محيد ليه، وحنا كذلك. واكثر من هذا الشيء ممكن ان حتى نساء ديال ولاد الشعب والاخوات ديال ولاد الشعب يتعرضوا لاغتصابات حدا الاعيون ديالهم مثل ما وقع في العراق. يعني الشيعه شوف كيفاش كدير اهل السنه والجماعه. السي عبد العالي، شنو رايك في الخروج الاعلامي اللي داروا الدقرية ليلة راس السنة؟ قال لهم الأغنية كانت في كاميرا خفية، من بعدها بربع أيام عاوتاني رجع كيقول على الشعب وما كاين كاميرا خفية ولا ولد القرية كما تنقولوا.
داك التراجع اللي تراجع هكاك بداك الطريقه وبداك السرعه، انه قال انه عاش الملك، كان تقول عاش الشعب ورجع تيقول عاش الملك، يعني كان كيساين شي وسام، كان كيساين الدوله طيح معاه الطبله، تعطيه واحد القدر ديال الفلوس اللي يخليه يعيش في حياته مزيان يعني، وانه يخون الشعب. لكن منين ما وصلش للهدف ديالو، ما وصلش داكشي اللي باغي هو، من طبيعه الحال انه الكريا غيتراجع. شاف لي زابوني مشاو له، شاف لي في الناس ولات تسبوا ولاو تيعايروه، شنو ولا دار الهده، شاف الزعر بقى بوحديته، الزعر يعني ولا واحد المستوى ديال انه مثلا داخ ما عرفش اين اتجاه غادي يشد يعني في الاخر، وقع اتصال بينه وبين الزعر، ومن بعد انه تراجع وقال كاميرا خفيه اخرى. واش حنايا ضحكه؟ واش الشعب ضحكه؟ من مره تطلعوا لفوق، مره تهبطوا، كتقلب الميزان ديال الشعب. اصلا شكون انت يا اخي؟ اصلا شكون باش نقلبوا الميزان ديال الشعب، نشوفوا الشعب كيفاش داير ونقلقلو؟ كون على يقين هاد الشعب اللي هاد الشباب اللي كيتبعوك، كون على يقين انهم راه في الاخر ما يتبعك حتى شي واحد، لان الاصل في ذلك هو حب الوطن، والاصل في ذلك هو حب السلم والسلام، لان بلادنا من طبيعه الحال الله سبحانه وتعالى خلقنا فيها الا باش ندافعوا عليها، الا باش نجيو في جنب امير المؤمنين اللي الله سبحانه وتعالى جعلوا الخليفه في هذه البلاد هذا للمؤمنين كافه، واللي ما بغاش يكون مؤمن خليه يكفر دبر راسو، بحال هذوك الملحدين اللي كافرين ومن طبيعه الحال لا يؤمنوا بالله ولا بالرسول وما يقبلوش امارات المؤمنين، زايد عجبهم هذا الديسك وعجبهم هذا اللعب، هذا الشيء اللي لعبوا ولد الكريه يعني باش يزيدوا يوصلوا الرسائل ديال الماسونيه ديالهم وديال الكفر ديالهم وديال المصاعب الكحله ديالهم لولاد الشعب ويدمروا ولاد الشعب. ولكن كونوا على يقين نحن مؤمنين تحت القياده الرشيده لامير المؤمنين محمد السادس صلى الله عليه وسلم. سعد العلي، كلمه اخيره توجهها لولد الكريه. في الحقيقه ما علاش غنوجه لولد الكريه؟ انا ما نوجهش لولد الكريه، الكلمه الاخيره غنوجهها للشباب. ولاد الشعب، الناس الغيورين على الوطن، الناس اللي عندهم الكرامه على الابناء ديالهم، وعندهم الكرامه على النساء ديالهم، وعندهم كرامه على العوائل وحتى على الشعب ديالهم. هما اللي نوجه لهم الرساله، انا اللي تنقول لهم ما تخليوش حتى شي اتجاه يستقطبكم، ما تخليوش حتى شي اتجاه يلعبكم على العقول ديالكم، ما تخليوش النيكستا والفانيد والشراب والغبره تدمركم. كونوا على يقين ان الاتجاه ديال هادشي كله من المتطرفين اليساريين والمتطرفين الاسلاميين، هما اللي باغيين الدمار، هما اللي باغيين، لان يجوز راه شحال من واحد تلقاه اصلا عنده فكر ديال التطرف الاسلامي وكيبيع الغبره، علاش عنده يجوز انه يقتل المسلمين بداك الشيء هذاك، عندهم فتاوى ان يجوز انهم يبيعوا الحشيش ويبيعوا المخدرات ويبيعوا الغبره ويبيعوا الفانيل باش يعطوا ولاد الشعب ويدمروهم في العقول ديالهم ويدمروهم في الصحه ديالهم. كذلك الاخرين عاوتاني كذلك عندهم نفس الفتوى من اليساريين ومن الناس هادو هاد الملحدين باش يدمروا الشعب يعني بالفانيل وبالغبره، وهذا الشيء راه معروف، راه الغبره دايره فضيحه في مدينه فاس من الطريق ديالهم. والسلام عليكم ورحمه الله.